هنا في مديرية الشمايتين يعمل الشباب في عدة مبادرات وأنشطة إنسانية، لكنهم هذه المرة اجتمعوا في بسمة قريح بدعم وتمويل من فاعلي الخير، إيماناً منهم بعظم التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال في معركة الدفاع عن الوطن ضد ميليشيات الإنقلاب. معنا مبادرة سميناها بمبادرة شباب الشمايتين، حملة بسمة قريح. هدفنا الرئيسي والوحيد هو إعانة الجرحى بمآسيهم وتوفير لهم الوجبة الغذائية وتوفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس وعلاجات. كل المجتمع فخور بكم وبتضحياتكم الجسيمة، رسالة أراد إيصالها هؤلاء الشباب للجرحى، كما أنها رسالة لحكومة الشرعية كفى تجاهلا لجرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز. نشكر القائمات على هذه المبادرة التي تخص الوجبات للجرحى. قدم رسالتي وطلبي يعني في أنهم لا ينسون أبناء تعز، لأن أبناء تعز هم أكبر تضحية. تعز الحين هي أكبر من تدفع الثمن، فأرجو منهم أن يقدمون وأن يساعدون وأن يوقفون إلى جانب من يوقف معنا في هذه الأيام. تعبير بسيط لزرع الابتسامة في وجوه الجرحى يقدمها الشباب بوجبة الغذاء هذه. في مستشفى الشيخ خليفة العام بالتربة يرقد الكثير من الجرحى، سواء الذين أصيبوا في المواجهات أو بسبب القصف العشوائي الذي طال عدد من المديريات أو بألغام الموت الميليشياوية. جميعهم تستهدفهم مبادرة بسمة قريح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.